السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل ديكور من ديكورات الوهم البصري، ديكور سهل وبسيط وبيعطي منظر وتأثير حلو وقوي. يلا خلونا نبدأ. هتبدأ يا جماعة من أول حتة بتاعتك من تحت السقف أو من تحت الكورنيش مثلا، وهتبدأ تقيس 20 سنتي وهتبدأ تعلم بالشكل ده، 20 سنتي كده وهتعلم، وكمان 20 سنتي تمام وهتعلم، وهكذا لغاية لما الحيطة بتاعتك تنتهي. من الناحية التانية هنعمل نفس الحكاية. بعد كده هناخد أي مصارة طويلة أو أي عصاية زي كده وهنبدأ نثبتها بالشكل ده. بعد ما رسمنا الخطوط يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، هنبدأ باستخدام المصارة بتاعتنا من فوق كده في الجنب. هنبدأ نقيس 15 سنتي، المرة دي مش 20 لا، المرة دي 15 30 45، وهنكمل للنهاية. والخط اللي تحته هناخد نفس المقاسات بالظبط. والمقاسات اللي هناخدها يا جماعة هنبدأ نوصلها، النقطة اللي هنعملها تحت نبدأ نوصلها مع النقطة اللي هنعملها. بعد كده يا جماعة على نفس الخط برضو اللي احنا شغالين عليه ده، وهتاخد مقاس 7.5 بالظبط، اللي هو يعني نص 15، عندي 7.5 كده، هتعمل علامة. ومن بعد اول علامة عملناها اللي هو 7.5، هتبدأ تقيس من بعد العلامة ده 15 طبيعي زي ما كنت شغال بالظبط. بعد ما خدنا علامة 7.5 هنا يا جماعة، هنبدأ على الخط اللي تحته بالظبط كده تمام، وهنقيس 7.5 برضه زي ما عملنا فوق كده، هنقيس 7.5 سم اول علامة، وبعد 7.5 سم ده هنبدأ نقيس 15 بالطبيعي برضه زي ما عملنا. وهنبدأ نوصل العلامات اللي احنا عملناها مع بعضها. وعلى الخط ده هو يا جماعة لسه واخدين عليه 7 سنتي في البداية، لا هنبدأ بقى ناخد ايه؟ ناخد 15 في البداية، وهنكمل برضه 15 30 45 هكذا، يعني هنخلص الخط كله على 15 سنتي. الخط اللي تحت ده مباشرة نبدأ نقيس عليه نفس الحكاية 15 سنتي. هنبدأ نوصل العلامات اللي احنا عملناها ببعضها. والنمط اللي اشتغلنا بيه يا جماعة هنبدأ نشتغل بيه لغاية لما نخلص المساحة بتاعتها كلها، يعني زي كده ما تكون هتعمل ديكور الطوب بالظبط، بس انت بتاخد مقاسات في الحالة دي علشان الشكل يطلع دقيق معاك ان شاء الله. انا هكمل طبعا، هاخد ابتداء المسطرة كده تمام، وهاخد الخط ده كده، هاخد الابتداء ده هنا كده برضه. بعد كده هنوصل لمرحلة التلوين. طبعا انا الخلفية عندي ابيض مط، واللون اللي هشتغل بيه لون اسود، لكن ممكن تشتغل باي لونين فاتح وغامق مع بعض، مفيش عندك اي مشكلة. هنبدأ نشتغل، نقول بسم الله، نبدأ عملية التلوين. هنلون ازاي؟ هنلون واحدة تمام، وهنسيب واحدة، يعني هلون دي كده مثلا تمام، أنا سبت أول مربع وألون ثاني مربع اللي هو هننزل على الصف الثاني يا جماعه، وهنبدا نشتغل. مش هنجيب ده طبعا، احنا بدانا بده قصدي، فاحنا هنجيب اللي تحت ده اللي هو المربع ده اللي هو جاي معانا نص بس كده. الطبيعي هنسيب ده وهنجيب اللي بعده. حاول نحافظ على الخط الاسود اللي رسمناه بالقلم.
التالت يا جماعه الصف التالت هنعكس بقى، يعني هنجيب اللي جبناه في اول صف اللي هو كده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. أتمنى الدرس يكون عجبكم، لو عجبكم الدرس فيه اعملوا لايك وشير، شاركتوش القناة شاركوا القناة وفعلوا زر الجرس، شوفوا حلقة خير إن شاء الله بس قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.